طيب يعني اكيد طبعا زي ما قلنا من شويه رحمه قالت ان خلاص المدارس على الابواب يعني تمام. واكيد برضو في حاجات عندنا ممكن نستغلها للاطفال في المدارس يعني تمام. زي ايه مثلا ممكن نعمل لهم بابسط الحاجات؟ هي الاطفال اصلا عموما بتحب الشغل والالوان ده جدا، يعني احنا ممكن لو عندنا اطفال نخليهم يشاركونا في الشغل ده. تمام. هيحبوا الموضوع جدا وان هم يطلعوا قطعه بانتاجهم هم، هيبقى الموضوع لذيذ. فطبعا ممكن لو نعمل لهم مقالم على المكتب بتاعهم، لو الغرفه بتاعتهم اصلا مثلا الفرنيشر بتاعها ساده، الدولاب او الكومود او اي حاجه، ممكن نشتغل على الدرج نفسه، ممكن نشتغل نفك الدرج ونشتغل نفك المقبض ونشتغل على وش الدرج بالاشكال والشخصيات اللي هم يحبوها. حلو. وبقلل التكاليف جدا، يا دوب احنا ممكن لو عندنا ورق مجلات، لو عندنا كتب الاطفال، لو بس يعني ابعت حل ان احنا هنطبع ورقه ونشتغل عبيها على وش الدرج، هتنقلي الاوضه وشكلها تماما يعني. والله فكرتيني، كنت شايفه فيديو كده من قريب، عارفين التماثيل الصغيره اللي بتبقى ديناصورات وحاجات، البنوته قسمتهم في النص ودهنتهم جولد وقامت مطلعه الدراج دي ولزقتهم على من بره في النص. في ديل والرجلين بتوع الديناصور التانيين، هو فاهمه؟ ايوه شكلها حلو جدا، افكار بسيطه وعندنا في البيت. بالظبط. صح. طيب. مش لازم نكلف نفسنا خالص.